اجي نقول لك، اجي نقول لك، عرضت علينا خالتي ميلو دا البارح العشاء، عرفتي اش حطات لينا؟ ها؟ قول لي يا قول لي. انا نقول لك اش حطوا لينا. حطوا لينا عرفتي هذاك اللحم الغلمي معمر طحن، بالكفتاشي، هذاك طحن. هذاك اها حطوا لينا البارح. كلينا زيد ويشاط لينا، ما عرفناش لمن نعطيو، ولا ناكلو كامل ساليتو. ولا لا كتفلي عليا. لا، ما كنت فلا على حتى شي واحد. حطوا لينا واحد الطاجين برقوق اللحم، وشاطوا لينا واحد العضومه يدخل الحاجه بدات كتكدد فيهم كامل. الحاجة واسمع اسمع اش حطوا لينا دابا، جابوا لينا دجاجه معمره بالدجاج، وانت عارف، انت عارف خالتي مينو داك اللي دايره، فهمتي؟ عارف اها كتبغي تهلا في قول لي فهمتيني، ولكن شنو هو مالكم؟ ما قديناش عليه. قول احنا نعطيو للمشاش.